Well, I think Abu Dhabi is a miracle because Sheikh Zayed made a country that didn't exist. And now we are lucky to live in this country, and it's our duty and also our pleasure to keep it clean. أبو ظبي مدينة مشرقة خلابة شيدت في الصحراء على شاطئ لؤلؤي، حقق قادتها المعجزات بجعلها واحدة من أكثر المدن خضرة في المنطقة، فأكثر ما يلفت انتباه زائرها مزارعها وحدائقها الغناء مرفوعة العمد بجذوع النخل الشامخة وأشجار لم تحظى بأي فرصة للعيش في المدينة قبل 4 عقود فقط. حدائق تسحرك بابتسامات الطفولة التي ترتسم على محياهم من لحظة دخولهم إلى لحظة خروجهم منها إلى عالم سريع ينبض بالحياة والحركة على مدار الساعة. فأبراج وعمران وشركات ومنازل تزخر بسكان يجوبون في فلكها مساهمين في نهضتها. ولكن ما حجم الثمن الذي تدفعه بيئتنا لقاء ذلك؟ تتولد يوميا في أبو ظبي 33,000 طن من النفايات في اليوم الواحد، ما يعادل 12 مليون طن سنويا. طبعا هذا يكلف الدولة مبلغ كبير من الأموال، يقدر ب1.5 مليار درهم إماراتي لتغطية تكلفة التعامل مع هذه النفايات وهذا الحجم الكبير من النفايات إذا لم يتم عملية التدوير وعملية إعادة الاستفادة من المخلفات اقتصاديا وطبعا وتجاريا. إذا لم يتم عملية فهذا يكلف طبعا الدولة 1.5 مليار لطمر هذه النفايات في مساحة تقدر ب2 مليون متر مكعب من الأراضي لاستيعاب هذه الكميات الكبيرة. مثل ما ذكرنا النفايات المنزلية نسبة كبيرة منها البلاستيك، طبعا في أنواع من أنواع البلاستيك تدخل في درجات مختلفة من مادة البولي إيثيلين والبولي بروبيلين. فالبولي إيثيلين هذه المواد البلاستيكية لا تتحلل بالتربة حتى لو وجدت أو لفترة لمدى 400 إلى 500 سنة لا تتحلل مادة البولي إيثيلين أو البوليمرز البلاستيك بشكل بسيط، فبالتالي وجودها ضار جدا في رميها. إذا تم حرقها فتتكون منها مادة أو تتكون منها مادة الدايوكسين، والدايوكسين مادة خطيرة لدرجة كبيرة، مادة مسرطنة، مادة كيماوية ذات تأثير سمي بالغ على صحة الإنسان. في جهود كثيرة للكيفية التي يمكن أو تتم فيها التخلص من القمامة أو النفايات الصلبة عموما. نستقبل في محطة الفرز في العين ما يقارب 1,000 طن يومياً من النفايات المنزلية تحت إشراف مركز أبوظبي لإدارة النفايات الذي تأسسه
في ديسمبر من عام 2008 ليكون الجهة المسؤولة عن كافة الأنشطة المتعلقة بإدارة النفايات في إمارة أبوظبي. تتنقل النفايات عبر طبقات المحطة آلياً ليقوم أكثر من 70 عامل بفرز النفايات حسب نوعها وحجمها ولونها، فتفرز المنتجات الورقية والعبوات البلاستيكية والمعدنية كل على حدة، وهكذا يستخلص كل ما هو قابل للتدوير الصناعي. ثم تكبس على شكل رزم لتسهيل نقلها إلى مصانع التدوير التي تحوي المحطة واحداً منها، يحول النفايات البلاستيكية إلى حبيبات أولية تستخدم للصناعات التحويلية المختلفة. يتم معالجة البلاستيك في مراحل مختلفة، حيث تبدأ بعملية التقطيع ومن ثم غسيلها لإزالة الشوائب المتعلقة بها، ومن ثم تدخل مرة ثانية في أفران. الأفران هذه يعمل على تذويبها ومن ثم تبريدها ويعيدون تقطيعها مرة أخرى على شكل حبيبات. في جهود كثيرة للكيفية التي يمكن أو تتم فيها التخلص من القمامة أو النفايات الصلبة عموما، وكيف تسعى الجهات الرسمية مثل مركز إدارة النفايات بتوعية الجمهور بعملية فرز النفايات بمواد قابلة للتدوير، سواء كانت مواد بلاستيكية أو معدنية أو زجاجية أو مواد مثلا عضوية. So we had a team from the Center of Waste Management. They came to every house. So when they came to our house, they explained us. They first gave us two bins, one black and one green, and explained us how we separate the waste. One is the general waste, like food and Kleenex and sponges, and in one bin that disintegrates itself, and another one, the green bin for recycle items, like bottles or plastics or cartons or things, small cartons, that this we can recycle. أنا أشوفه نظام جيد والحمد لله. قديما كنا نحط جميع الأشياء في مكب واحد اللي هو الحديد هذا، أو حاليا الحمد لله حتى يعني المجموعة الموجودة، أفراد العائلة الموجودة عندنا الحمد لله كلهم فاهمين شو وضع الحاويات هذه، حاويات البلاستيكية هي الحاوية السوداء والحاوية الخضراء. الغاشة نشربها بعدين نحطها في زبالة التدوير، يجون المركز التدوير ويشلونها يحطونها في مركز التدوير ويعيدون تصنيعها، بعدين يعيدون تصنيعها ويسمعون الألعاب منها النقازية والمرجوحة ولعبة الحصان. This is the beginning that you know in the school we learn not only mathematics and Arabic, but we learn to be civic, to take care
to be clean, to take care of the environment. And then the first thing is each one must put his waste in the bin, not expect somebody else to do it. And I think they will go home and they will tell their parents. You know, at school we don't throw things on the floor, we put things in the bin. And the parents will maybe learn from their children as well. أنا حضرت دورات تدريبية على مستوى المنطقة. يعني كان في حضور من البلدية، حضور من الشركات الخارجية، فكيفية استخدام الحاويات وحتى المكب الخارجي. لما يكون فيه مكبات خارجية غير مصرحة، فيكون هناك مشاكل في كبها في غير المكان المناسب. فكانت المحاضرات هذه لها منفعة لنا نحن كأفراد، سواء كنا أفراد مستخدمين للحاويات أو غيره. ما نتكلم بس عن الحاوية نفسها، لكن أنت لو تفكر في استخدام الحاوية، وين تروح الحاوية هذه، المكان الأخير اللي توصل له لما يصير إعادة تصنيع لبعض الأشياء الموجودة فيها. النفايات المنزلية لا تقتصر على المواد القابلة لإعادة التدوير فقط، ففيها نسبة كبيرة من نفايات الطعام التي تستخلصها محطة الفرز وتجمعها في مستودعات، ثم تمر بعدة مراحل من التخمير والتصفية في منشأة تصنيع السماد العضوي التي ينقل إليها مخلفات المدينة الخضراء الناتجة عن تقليم الأشجار في المزارع والمنازل. ويشرف المركز أيضاً على مثيلتها في منطقة المفرق. تحول بكتيريا التخمير ألياف الأخشاب إلى لون بني قاتم، ثم تمر بعدة مراحل من التقطيع والتقليب والتصفية قبل نقلها إلى الأسواق كسماد طبيعي ذي جودة عالية، لتعود مرة أخرى لتغذي الأشجار التي أنتجت منها. بالقرب من مصنع السماد في منطقة المفرق تقع محطة نقل النفايات. ينقل إليها جميع نفايات مدينة أبوظبي المنزلية عبر شاحنات خاصة، تجمع ثم تعبأ بشاحنات أكبر حجماً لتنقل إلى منشأة منطقة الظفرة لتدخل في عملية إعادة التدوير أيضاً. التدوير يأخذ منحى اقتصادي، فمن جهة يتم تحسين الوضع البيئي والصحي لدى الإمارة، ومن جهة أخرى يتم إنتاج مواد أولية لإعادة التصنيع من مثلها مواد اسمنتية ومواد معدنية. 60% مما تنتجه إمارة أبوظبي من النفايات الصلبة مصدرها مخلفات إعادة الهدم والبناء، وعدد كبير من المباني القديمة يتم هدمها لحل محلها مباني جديدة. وهذه العملية تنتج العديد من النفايات، منها وأهمها النفايات اللي هي مخلفات الهدم والبناء، التي يتم نقلها إلى منشأتي المركز في الظفرة وفي العين، والتي يتم إطلاق الاسم عليها محليا بالكسارة. تجمع مخلفات البناء ليتم إدخالها إلى آلات التكسير والطحن لتصبح قطعاً أصغر حجماً. ويفرز منها الحديد كما تفرز منها المواد الخشبية والبلاستيكية يدوياً، ثم تنقل لتطحن وينتج منها ركام معاد تدويره يستخدم في البناء مرة أخرى. Thank you.
هذه الحركة المستمرة والتنقلات السريعة التي ننعم بها يومياً والتي وفرت الوقت وطوت المسافات تخلف فضلات أكثر مما نتوقع. حيث جمعت هنا خلال عدة سنين ملايين الإطارات في منظر يحبس الأنفاس. قام مركز إدارة النفايات في أبوظبي بتأسيس مصنع لإعادة تدوير الإطارات المستعملة بطريقة فعالة وتقنية متقدمة. يتم معالجة الإطارات في مراحل مختلفة، حيث تبدأ بعملية استخلاص الأسلاك الحديدية، ومن ثم تقطيعها واستخراج الخيوط وبقايا الحديد، ومن ثم يتم إعادة تقطيعها إلى حبيبات صغيرة تدخل في استخدامات أخرى مثل صناعة البلاط المطاطي التي تستخدم في أرضيات الملاعب وحدائق الأطفال. You know, you and yesterday we were in our house talking about recycling. When you come here, you can see the floors, for example, under the games are made from recycled tires. All those plastic games are made from all recycled waste. So this would explain if the people understand that when you separate things in your kitchen, the waste on one side and the recycled items on the other side, then you can see the end product of your recycle, all those plastics and everything that you know, are just going to be dumped, they are actually being reused to make new things that will come to your gardens, will come the grass, you know, the compost is made from all this waste, the food. Because in 50 years or 100 years, we are more and more people. If nobody cares, the whole world will be gone. We have to take care of it now that it's still time. And if you come here in the evening, you will see how the children are enjoying here, playing and the mothers sitting down, drinking coffee, and it's wonderful. طبعاً إذا اعتبرنا هذه الجهود الرامية للحفاظ على الموارد والبيئة هي جهود بناءة وإيجابية، عندنا في الطرف المقابل ممارسات خاطئة وظواهر غير مرغوبة أو ممارسات سلبية تنافي وتعارض عملية إدارة النفايات أو الحفاظ على البيئة بشكل صحي وسليم. من هذه الظواهر طبعا نقدر نذكر ظاهرة الرمي العشوائي. يعني مرات كنا نمر على بعض الأماكن سواء كانت خارج في الرمل أو على الشوارع تحصل نفايات على طرف الشارع، هذا لا يليق بنا نحن ولا يليق بمنظر العام. مركز إدارة النفايات طبعا قام بتطوير أو تنفيذ عدة إجراءات للحد من هذه الظاهرة، نقدر نذكر منها تطبيق أفضل التقنيات الحديثة في مجال التتبع الإلكتروني لعملية نقل النفايات، بمعنى أن كل سيارة مسجلة لنقل النفايات تكون مزودة بجهاز تتبع إلكتروني اللي هو جهاز الجي بي إس اللي يوفر لنا من خلال نظام التتبع هذا مسار حركة السيارة من استلام النفايات من موقع التجمع أو التكاثر إلى مواقع التخلص. أنا ماني شايف أبداً إنه في سبب لعدم الالتزام، لأنه كل الطلبات
متوفرة، بمعنى أنه شركات النظافة بتشتغل، حاويات متوفرة، التوعية تمت بالشكل الصحيح ومستمرة، فما في أي سبب مهما كان أنه تكون حاوية بالشارع، أو أنه نحط مخلفات خضراء مثلا في الحاوية الخضراء، أو نحط كرتونة. لو حضرتك بصيت على يمينك هتلاقي في حاويات خضراء فيها مخلفات زراعية. طبعا حاليا نحن عندنا عملية فرز لبعض النفايات، وهاي المشكلة اللي نحن نعاني منها في المنطقة، عدم التزام الجمهور بعملية الفرز في الحاوية الخضراء والحاوية السوداء. نلاحظ هني ان عندهم النفايات كلها مكس في حاوية واحدة، مستغلين حاوية واحدة ومجمعين كل النفايات. يفرز يخلي البلاستيك ايوه. طبعا نحن اليوم حاولنا ان نحن ناخذ عينة عشوائية للحاويات، لقينا حاويتين برا المنزل، فحاولنا نحن ناخذهم ونفرز النفايات اللي في داخل الحاويات هذه. فاخذنا عينة عشوائية، حاوية سوداء وحاوية خضراء، كل وحدة كانت أسوأ من الثانية، لأن كان فيها مكس نفايات، ما في أي فرز صحيح للنفايات. أنا جدا استأت من هالموضوع، ويعني وايد اتضايقت، والجروب اللي معايا نفس الموضوع. احنا اليوم مشاركين مع مركز أبو ظبي لإدارة النفايات في حملة توعية خاصة بمشروع فرز النفايات من المصدر. الحملة عبارة عن فترتين، بنمر على كل بيت، البيت الملتزم بنشكره وبنحفزه للأحسن، البيت اللي عنده بعض الملاحظات بنتكلم معاه بالملاحظات الموجودة. في عندك المواعيد إخراج الحاويات، الحاوية السوداء يوميا طلعينها برا فترة المساء، أما الحاوية الخضراء ما طلعينها كل يوم، عندك 3 أيام، عندك يوم السبت والثلاثة والخميس، يعني السبت والثلاثة والخميس تطلعين الثنتين، والأيام الباقية تطلعين بس السوداء. أوكي. في عندك هني عندنا الرقم هذا اللي هو 993، هذا الكول سنتر عندنا في مركز إدارة النفايات. My name is Jafar Sadat and I am 11 years old. I come from California where cycling is very popular there, for it's a old program which we do. When I came to Abu Dhabi, I realized that there was already an awareness program happening in Abu Dhabi, and I was very excited because I'm a huge fan of recycling. So when I came, so I decided to join the recycling program since, you know, as I said, I'm a huge fan of recycling. I decided to hold booths at different malls so the Abu Dhabi population learns how important recycling actually is. And my family basically encouraged me to show how important recycling is to the Emirati population. So I am basically, they gave me the inspiration to hold these malls. I'm still amazed why you see papers on the floor. I thought people would by now throw their garbage in the dustbin, but I can see that there was still a lot of teacups and papers and Coca-Cola tins on the floor. People really have, we really have to, maybe I should come every day to talk to the people and tell them that we don't want to throw things on the floor. We have to keep Abu Dhabi clean, as Sheikh Zayed would have loved to. تبقى رح الأيام تدور، كما أن عجلة التقدم والبناء لن تتوقف، وما نجنيه من رغد العيش يدفعه نظامنا البيئي الهش منفرداً.
وبالرغم مما تبذله جهات رسمية من جهود لترميم ما تدمره الحداثة، تبقى الآمال معقودة على تنامي حسنا بالمسؤولية اتجاه كرتنا الأرضية. فالأمم تستنشق الهواء نفسه وتتشارك في الغذاء والمال، ولا بديل عن أوطان نظيفة ومستدامة. حصل نفايات على طرف الشارع، هذا لا يليق.